خيرا هي سبب هذا الخير الذي نحن فيه، جزاها الله كل خير. هذا امر. الامر الثاني عايز اقول لكم حاجه، اوعى تفكر ان انت لما تتوب لربنا عز وجل ان انت هتبقى منزلتك ومكانتك اقل من الناس، ابدا. ده اللي مش هيتوب واللي هيفضل على المعصيه هو اللي بيحقر نفسه عند الله سبحانه وتعالى. ومن كان حقيرا عند الله احتقره الناس وان بدا عظيما بينهم. انت تتعزز بطاعه الله عز وجل. بالان جاءنا دائما سيقرب باذن الله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. جزاك الله خيرا. اسمك ايه؟ محمد. ايه؟ محمد عبد الناصر. هيعلن توبته لله عز وجل امامكم. فادعوا الله عز وجل ان يتقبل منهم اجمعين. ادعوا الله. اللهم تقبل منهم اجمعين. اللهم تقبل منهم اجمعين. اللهم اجعل هذا المشهد في موازين حسناتنا يوم الدين. بسم الله. بسم الله. والحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإني أعلن أمامكم وفي هذه الساعة وأمام هذا الجمع أعاهد الله سبحانه وتعالى ألا أعود إلى المعاصي والذنوب مرة أخرى، وأتوب إلى الله من التجارة في الممنوعات ومن أذية الناس، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يتوب علي وأن يتقبلني. وأسألكم أنتم أن تسامحوني وتغفروا لي لكي يغفر الله لكم، وأن تمدوا لي يد العون والمساعدة حتى أخرج مما أنا فيه، أنا وجميع العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر ولله الحمد. 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 والآن بفضل الله عز وجل حضر معانا الأخ إسلام، وانتم شايفين يعني انا مش عارف اكمل الكلام الحقيقه، يعني دموع الندم في عينيه. يعني نسال الله عز وجل ان يغفر لنا يا رب. يا جماعه، عمر بن الخطاب كان هو اعدى اعداء الاسلام، وكان رايح يقتل النبي عليه الصلاه والسلام. صار عمر بن الخطاب احد الذين قام على اكتافهم هذا الدين ووصل الينا هذا الاسلام. فهؤلاء الذين كانوا بالامس وقبل لحظات من العصاة المسرفين على انفسهم الذين اذونا جميعا، الان يصيرون اخوة لنا نرفعهم فوق رؤوسنا، ونسأل الله عز وجل ان يحشرنا معهم بتوبتهم الصادقة لله سبحانه، لأنهم من الآن قد يكونون أفضل منا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم. تفضل يا أستاذ. على كده على كده على كف هنا. بسم الله. بسم الله. والحمد لله. والحمد لله. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام. على رسول الله. على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإني أعاهد الله. فإني أعاهد الله. أمامكم. أمامكم. وفي هذه الساعة. وفي هذه الساعة. وأمام هذا الجمع. وفي وأمام هذا الجمع. ألا أعود. ألا أعود. مرة أخرى. مرة أخرى. إلى هذه المعاصي. إلى هذه المعاصي. وإلى تجارة المخدرات. وإلى تجارة المخدرات. أعاهدكم وأعاهد الله. أعاهدكم وأعاهد الله. على التوبة. على التوبة. الخالصة. الخالصة. الصادقة. الصادقة. لله سبحانه وتعالى. لله سبحانه وتعالى. وأسأله.
سبحانه أن يتقبل مني وأن يدخلني أنا وجميع التائبين في زمرة عباده الصالحين الصالحين وأسألكم أهل الحي والشارع والمنطقة أن تسامحوني على ما اقترفت يداي تجاه أي واحد منكم فإن غفرتم لي أسأل الله أن يغفر لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. جزاكم الله خيرا يا أستاذ وأنا أسأل الله أن تكون هذه الدموع دموع عبادكم في ميزان حسناتك يوم القيامة. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. الآن يا جماعة يا أهل الحي الناس دي أصبحوا أمانة، الناس دي أصبحوا أمانة في إيدينا إخواتنا، عايزين ناخد بإيديهم وعايزين نساعدهم وننقذهم عشان ننقذ أنفسنا بإذن الله تعالى. جاءنا الآن أخ دائمة الرحمن سبحانه وتعالى وبنصر به واسطة الأجنحة يا شيخ. لا بس شوية مصطفى كنا عاملين حسابنا على التين بس هيعلنوا التوبة، لكن ربنا رزقنا سبحانه وتعالى بستة أعلنوا التوبة للسابع إن ده بدعائكم وبإخلاصكم وبإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. الأخ اسمه إيه؟ سامي. الأخ سامي يهدي للأبو بيتخذ الإخوة كل الإخوة اللي أعلنوا التوبة الآن يتابعوا معانا بإذن الله مع الشيخ مصطفى في المسجد، وبإذن الله يجوا مقرات الحزب لعلنا ربنا ييسر ونحاول إن إحنا نساعد في أعمال أفريقيا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله رب العالمين. ومع أخونا برضو منصور المحمدي هيساعد معانا لأنه هو راجل من أهل الخير وبيمد إيديهم لمساعدة الناس بإذن الله الراغبين واللي عندهم صدق في إن هم يستقيموا على طريق المحق إن شاء الله. أخونا سامي هيعلن توبته بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. فإني أعلن أمامكم وأشهد الله أني تبت إليه سبحانه من كافة الذنوب والمعاصي التي اكتسبتها يداي، وأعاهد الله من هذه الساعة ألا أعود مرة أخرى إلى المعصية، وأسأل الله أن يتقبل مني هذه التوبة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يدخلني في عباده الصالحين. وإذا كان أحد له علي حق فإني أرجوه أن يسامحني فيه وأن يغفر لي حتى يغفر الله له ويغفر لنا أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. تكبير الله أكبر. 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 ده أخو هذا الكبير برضه. إن شاء الله الآن أخونا عمرو هيعلن توبته من الذنوب والمعاصي والاستقامة ومش هيشرب سجاير تاني. يشرب حشيش بس مش سجاير. طيب ان شاء الله الان اخونا عمرو يوعد التوبه يقول على اعماله وعلى الصبح. هنيالك يا عم الدموع دي دمعه واحده نقطه واحده كده. احنا عايزين نتضرع اليه. ربنا رحيم يا جماعه.
ربنا غفور. ربنا بيقول لنا سبحانه وتعالى كل ليلة في آخر الليل هل من تائب فأتوب عليه. ربنا عز وجل بيقول لنا في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن الإنسان مهما أصرف على نفسه في المعصية مهما أصرف على نفسه لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. الآن مع أخونا عمرو هيعلن التوبة وبعدها هنقول دعاء توبة لنا جميعا بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أعاهد الله وأعلن أمامكم أنني تبت إلى الله ورجعت إليه من كافة الذنوب والمعاصي التي اقترفتها وأسأل الله إن أخطأت في واحد منكم حتى يغفر الله لنا جميعا. اللهم إنا تبنا إليه ورجعنا إليه وندمنا على ما فعلنا معترفين بذنوبنا مقرين بأخطائنا وأنت سبحانك الغفور الرحيم ونحن عبادك بنو إمائك مواصينا بيدك ماض فينا حكمه عدل فينا قضاءه نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنظر إلينا الساعة فتغفر لنا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت السميع المجيب فتقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم جزاكم الله خير. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. بقول لكم من دلوقتي أي تعدي هيحصل من إيهاب على أي حد إحنا هنستعمل الحقوق اللي معانا مش بس علشان استغفرك من حقوق الملايكة استغفرك من حقوق الملايكة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أعاهد الله أمام هذا الجمع في هذا المكان وفي هذه الساعة والله عز وجل ناظر إلينا ورقيب علينا يسمعنا ويرانا معاهده سبحانه وتعالى أننا نتوب إليه من كافة الذنوب والمعاصي ومن تجارة الممنوعات. أعاهد الله أن نمتنع ونتوب إليه من تجارة المحرمات وأن لا نؤذي أي إنسان ونسأل الله
أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. ونسألكم جميعا أهل الشارع وأهل الحي إن أخطأنا في واحد منكم أن يسامحنا حتى يسامحه الله، وأن يعفو عنا حتى يعفو عنه الله. سامحونا واغفروا لنا، ونعاهدكم ألا نعود إلى أذيتكم مرة أخرى. ونسأل الله ألا يعود مرة أخرى. معانا أخونا عمرو أبو حمو، وأخونا إيهاب، وأخونا إبراهيم، وسامي، وإسلام، أخو إيهاب، خواجة، وناس كتير جدا أعلنوا التوبة على الملأ، وجايين يقولوا لكم إحنا مش هنبيع مخدرات، إحنا كنا في غفلة، إحنا كنا تايهين، إحنا ما كناش عارفين الصح فين، ربنا هدانا، وعايزينكم كمان تبقوا معانا وربنا يهديكم، وناخدوا كلنا إيدينا في إيدين بعض لطريق الله سبحانه وتعالى. كل الشباب دي جواهم خير عظيم جدا، وربنا خلق فيهم الخير، بس كانوا محتاجين اللي يمد ايديه اللي يمد ايديهم لهم. والحمد لله رب العالمين، ربنا هداهم، وربنا سبحانه وتعالى يهدي بيهم كمان ويجعلهم قدوه لغيرهم باذن الله من الشباب اللي ربنا سبحانه وتعالى يشاء انه يهدى باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقول جميعا تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، رجعنا إلى 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 الله، وندمنا، وندمنا، وندمنا على ما فعلنا، على ما فعلنا، وعزمنا، وعزمنا عزما أكيدا طيبا، عزما أكيدا طيبا، على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وبرئنا، وبرئنا من كل عمل، من كل عمل، ومن كل فعل، ومن كل فعل يخالف هدي الإسلام، يخالف هدي الإسلام، والله عز وجل يشهد، والله عز وجل يشهد، والملائكة، والملائكة، والحاضرين، والحاضرين، والله خير الشاهدين، والله خير الشاهدين. عايز أقول لإخواتي وأولاد عمومتي وإخواتي وحبايبي بتوع المخدرات، اللي ما هيسيب المخدرات هقول لك عايز اشتغل، يجينا مسجد التقوى هنوفر له عمل، هنوفر له علاج ادمان، هنوفر له مساعدات ماليه ان شاء الله. اذا توجه الى الله مسجد التقوى ودخل بيت الله لقى ان شاء الرحمن الرحيم ما يفني. بس اذا اخلص لله عز وجل هيلاقي الايادي كلها ممدوده له، اذا ما اخلصش لله عز وجل هيلاقي فيه صدور. الآن بفضل الله جالنا رقم 10 من بعد صلاة العصر، أخونا صبح الفرنساوي. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. صبح جزا الله خيرا جاي يعلن التوبة قدامكم جميعا، وأنا هلقنها له وأنتوا هتسمعوا. اسمعوا صبح لو سمحتوا. يا واحدة تعبان سكت الناس دي شعبه. قول يا صبح ورايا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أعاهد الله، أعاهد الله أمام هذا الجمع وفي هذا المكان، والله ناظر إلي ورقيب علي، سميع لقولي، بصير بحالي، أعاهده سبحانه على التوبة إلي من جميع الذنوب والمعاصي، ومن تجارة الممنوعات، ومن أذية الناس. أعاهد الله على ذلك أمامكم أجمعين، وأعاهدكم أيضا ألا أعود إلى ذلك مرة أخرى، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يتوب علي.
وأرجوكم أجمعين يا أهل المنطقة ويا أهل الحي، إن كنت قد أخطأت في واحد منكم، إن كنت أخطأت في واحد منكم فليغفر لي وليسامحني حتى يسامح الله. سامحوني، سامحكم الله، واعفوا عني عفى الله عنكم، واغفروا لي يغفر الله لكم. أعاهد الله وأسأله أن يتقبل مني توبتي وأن يغفر لي ذنوبي وأن يدخلني في عباده الصالحين. وجزاكم الله خيرا جميعا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يجي يسلم على المغرب بقى يا شيخ.